أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم. معكم إبراهيم إدريس في رحلة في ملامح من الذاكرة الإريترية. نواصل اللقاء مع الأستاذ إبراهيم محمود صالح قدم في هذه الرحلة عبر سلام ميديا ونافذة آدال. في هذه التواصلية سنقف عند أهم ثلاثة مراحل كان فيها إبراهيم قد تجاوز المرحلة الأولية الابتدائية منذ نشأته، مرورا بالمرحلة الوسطى والثانوية، إلى أن قرر أن يترك هذه المراحل الأكاديمية في إريتريا إلى مسار آخر. في هذه الرحلة ندعو الأستاذ إبراهيم بأنه تعبر بينا في مرحلة الوسطى، وعبرها أيضا نتحدث عن المدرسين، المنهج، إلى أن نصل للثانوي بذات المنوال، على أن نصطحب معنا الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذه المرحلة قبل تركك للوطن الإريتري إلى الهجرة الجديدة في مرحلة عملك ونضالك كطالب في الحركة الطلابية. تفضل. شكرا أستاذ إبراهيم. هو الحقيقة لما الواحد يتكلم عن المرحلة الابتدائية لابد من أنه يذكر أنه دي المرحلة اللي تقدر تقول أنه نحن اكتسبنا فيها الشعور الوطني، وده عبر المعلمين اللي كانوا، وعبر مثلا واحدة من الحاجات اللي كان خالص اسميت عملنا هي الأناشيد اللي كنا نحن نرددها، لأنه كان عندنا مدرس بتاعت أناشيد من السودان أستاذ القرشي، و الأناشيد اللي خالص كنا نعمل اسمه لها نشيد بلادي بلادي، احنا كنا فاكرين بلادي اللي حقنا دي، هو أتاري هي نشيد المصري هو، لكن احنا بلادي بلادي. وفي نفس الوقت نحن في الطلاب اللي في العمر شوية أكبر مننا واللي يسمع أكثر مننا في الإذاعات، في الإذاعات والأهل والأسمية، أيوة. المرحلة دي اللي نحن كنا فيها هي الفيدرالية، مرحلة الفيدرالية. والفيدرالية كانوا يقولون والله يا أخي العماد والمشايخ وأعداء البرلمان باعوا الوطن في يعني كيف يعني في البرلمان او في في البرلمان يعني كان ناس عندها موقف من الحته دي، لانه تقدر تقول رابطه اساسا كان التاسيس في كرن، ايوه، والتاثير موجود. فنحن البلاد، هل انت وصلت الوسطى في كرن؟ ايوه، في البلاد بلاد نحن المدرسين يفتكروا نحن نقول قاعدين بلادي، نقول سلادي سلادي بين سلادي وبلادي، ايوه سلادي، على اساس ديل بفلوس قاعدين يبيعوها، روز قاعدين يبيعوها، حاجات يقولون بالنسبه للبرلمانيين، البرلمانيين، أيوة. ولا في ناس بتاعت عمد بتاع قبائل نزار كده يعني، ايوه. فزي ما اقول لك النشيد الاناشيد كانت واحده من الحاجات اللي بتتسلحوا يعني بها معنويا، اي معنويا، والمدرسين يحفزوك لها يعني، أيوة. مثلا قم للمعلم وفيه التبجيل عليه حاجزين، ايوه كاد المعلم ان يكون رسولا، ما بعرف ايه، والكتب بتاعت المناهج العربي كان من السودان اللي هو من بخت الرضا، كتاب بخت الرضا، ايوه كتاب الاطفال اللي أيوة. كان يطبع هناك، ايوه. وفي نفس الوقت كتب محفوظات من مصر،
فيها بعض القصائد لحافظ إبراهيم واليمين واليمين. ونحن في سنة رابعة كان عمل اسمه يعني المدرس العربي خلينا نحفظ أبيات وبعد كده تكون في مناظرة، يبدو واحد يقول بيت شعر وانت تبدأ بالحرف اللي هو ينتهي به. يعني انا عايز اوضح المسألة دي، هل كانت في الاعدادي ولا في الـ في الاعدادي في الابتدائي في الابتدائي في الابتدائي في الابتدائي دارين نخش في الاعدادي دلوقتي. ايوه حنخش لانه ده المهد المهد الاساسي مهد الاسمي. أيوة. يعني انا استوعبت انا عاوز الفكرة. اقول دور المعلمين كان دور بارز في التربية الوطنية، تكون انت يزرع فيك الاسمي الوطني يعني. ايوه إحساس وشعور وطني. جينا الوسطى زي ما أقول لك نحن بدأتوا تختلطوا، اختلطنا بصفين مع بعض. أيوة. وناظرنا دلوقتي محمد أحمد إدريس نور. أيوة. ناظر موحد للمجموعتين للكل خلاص دلوقتي. أيوة. ما والعلوم جيوغرافي هيستوري ماتماتيكس كله بالإنجليزي. أيوة. بدأتوا حتى تدرسوا بالإنجليزي. ندرس لغة إنجليزية ولغة عربية ولغة تجرينيا. الطالب عنده حصيلة عربية، عنده تجرينيا إنجليزي. 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 أوكي. المنهج ده يعني أستاذ إبراهيم لو استمر في إريتريا. أيوة. وبعد الاستقلال كان حيكون الشعب الإريتري عنده ثلاثة لغات يملكها بكل اسمه بايلينجال مش تريلينجال كان حيكون. أيوة. أيوة. ما كان حنتعب في الحتة اللي دلوقتي نحن وحلانين فيها إنه ترجم لي. أيوة. ترجم لي واسمه. لكن طبعا دي ما مشت حسب الاسمه، وإلا ده كان الطريقة الصحيحة يعني. باعتبار إحنا حسا ماشيين في التاريخ. أيوة. عايزين نركز في التاريخ إلى أن نوصله، بعد كده تجي مرحلة باعتبار إنه حاصلين الزمن من 44 ل 80. ايوه. فطيب وصلنا الاعدادي في ثلاث. أيوة. لغات موجوده. وصلنا الاعدادي نحن في سنه 56 جانا مدرس امحرنيا وقفوا التجرينيا. دي مرحله تحول جديده. ايوه امحرنيا سياسيا كان بالضبط بيحصل ايه على العلم اللغات 58 حينزلوا العلم، لكن أيوة. قبله جاتنا اللغه التجرينيا الامحرنيا. ايوه جانا المدرس و انت كنت في الاعدادي. ايوه دلوقتي في الوسطى. في الوسطى. ايوه. ف استماري اللي هو المدرس امارنياته وقال لي يقول لنا. ايوه. ونحن ردنا كلنا معروف ان نفلق من نقول ما عايزين. ايوه. المفروض هو يقول بالعمل. المدرس. أيوة. يقول باكاتشو اناكم من بار. ايوه معناها بالعربي قولوا ما نعرف ما تقولوا ما عاوزين. عايزين نوضح الكلمتين عن فلقم. أيوة أناوكم أناوكم. أيوة. نحن نقول أن فلقم لأنه سياسيا هي ما عاوزين. ما عايزين. أيوة. هو يقول لكم لا قولوا نقولوا ما نعرف عشان. أيوة. تتعلموا. المهم دي اللي اسمها، لكن طبعا دي أقدر أقول درتنا نحن المسلمين. كيف؟ لأنه ما كنا ننجح في الأمحرنية. ده يأثر في إيه؟ في أن أنا أخش الثانوي لازم تكون أمحرنية الجامعي أن أمحرنية أنا لازم أجيب اسمه. فده أصبح عائق. عائق. أيوة. أيوة. فتشوف إنه اللي يمشي أسمرة الثانوي وقتها في أيامنا كان في أسمرة. أيوة. والامتحان جنرال إكزامينيشن كنا نعمله في أسمرة. أيوة. بعدنا لما إحنا دخلنا الثانوي كرن بدأت ومسوى وبعد شوية غردات وهكذا يعني. أوكي. عشان بس أربط كلامك ببعضه. أيوة. اللغة هنا عنصر لو ما تفاعلت معه بيأثر في تطورك. أيوة. أنت في الثانوي وده بيفقد مجموعة أنها ما تتواصل. أيوة. مين هي المجموعة دي؟ المجموعة اللي ما تنجح هي المسلمين هم. فالمسلمين واخذين موقف. أيوة لأنه نحن عايزين أن نفلق ما عاوزين. أيوة. وبعدين طبعا في العامل بتاع نحن بنكتب بالعربي. ايوه وهم يكتبوا بنفس حروف الجيز. الجيز فسهلوا ان يقروا. ايوه وسهلوا انه لغه الجيز اللي هي اللغه اللي هي بتجمع التجرينيا والامحرنية. أيوة. والامحرنية فسهله بالنسبه. أيوة. للطائفه مجموعه من الطائفه تنجح ومجموعه طائف اخرى ما. أيوة. تتاخر على المسار. نحن للامتحان مشينا اسمره. كان الامتحان بتاعت الجنرال اكزامينيشن في هيلي سلاسي سكندري سكول. الواحد في
تاني المواد يجازف ويعمل كويس واسمه في الأمحرنية كنا نسقط. أنا سقطت في الأمحرنية. أنت شخصياً. يا وهات كم كان الكمبل عشان تكتب إنشاء. الإنشاء. أنا وهذا من وين أجيبها؟ الموية. أيوه أيوه. خالص اسمي عملت دا قفلت يعني. ده حظ ده معناه سقطت. سقطت أنا. معناه ما حد. ما مشيت ما عديت أنا. كيف عملت طيب؟ تاني مشيت أسمرة. أيوة. سكنت مع ابن عمي. أيوة. ودخلوني للمدرسة الإسلامية بنو بلنت. أيوة. بيقولوا لها المدرسة الإسلامية الاسم الثاني. اسمها هو المدرسة الخيرية الإسلامية أصلاً. وتجرينيا. تجرينيا ما في إنجليزي ما. هي بنو بلنت يعني. بنو بلنت بالإنجليزي. أيوة. أوكي أوكي. بالاسمه ذاك نائب تمرت اسلام هي اصلا اوكي بونا بلينتي ما ايطالي انجليزي لا الانجليزي بونا بلينت يعني اوكي لانه اللي بدوها ناس باحبيش والتجار الحدارم الخيرين ايوه التجار اللي ايوه بنوا المدرسه أيوة. وجنب مدافن الشيخ عبد القادر هي اوكي فاخذت الامتحان الاعدادي هناك ايوه لا درست سنه ايوه والناظر بتاعتي دلوقتي من كرن حولوه لأسمرة كان الأستاذ محمد أحمد إدريس نور برضو أيوة والمهم جازفت والمرة دي نجحت في الأمحرينية كمان نجحت في الأمحرينية ده معنى أهلك وصول أيوة ده خلانا أخش المدرسة البوينت فور اللي هي المهنية يعني البوينت بوينت فور اللي هي أمريكان اسمه إيه هو مين كان عندهم الأمريكان عاملينا أيوة والأساتذة كانوا نحن أمريكان هم أوكي ودي طبعا من خطة مارشال هي أظنه كان في بوينت 1 بوينت 2 بوينت 3 وبوينت 4 كانت مساعدة الدول اللي زي إثيوبيا وغيرها يعني أوكي الأمريكان ده اللي هو بعد الحرب العالمية الثانية أيوة مشروع مارشال اللي هو لأوروبا أيوة لكن في جزء منه أيوة الدول اللي فيها الانتداب بتلقى حظها موجه أيوة فدي هي المغزى بتاعت بوينت 4 بوينت 4 أيوة موازي ليها كانت في أظن المكنن المكنن وفي قهاسة اللي يسموها قهاس هيلة سلاسة يعني. أيوة وفي تيجمنن إيه تيجمنن تيجمنن كانت مدرسة تمريض برضو تابعة لبوينت فور أوكي أوكي تابعة لبوينت فور بوينت فور بوينت أيوة. فور هي لأنه نحن كنا داخلية طيب معناها الخطة الأمريكية والخطة الإثيوبية بتاعت وزارة التربية الإثيوبية وكانت قوية في انتشارها من هيلي سلاسي كان الاثنين كانوا متزامنين مع بعض ايوه متزامنين أيوة. ويدوا الفرصه للناس يعني اوكي فنحن في ال كنا بندرس في الداخليه ايوه او كنت داخليه داخليه انا داخلية. كل بطاطس وسميه والناس برا تقول لنا زوم بلعت الدنش يعني منعمين يعني منعمين بالظروف بتاع وطن يعني أيوة. نحن كويسين يعني الناس برا قاعد تاكل شير وانتم قاعدين أيوة. تاكلوا بطاطس احنا دامنين الاسم بتاعنا الوجبه فهناك في البوينت فور كان في فور جيم ويلدين اللي هو الحداده واللحام ايوه وكان في ماشين شوب اللي هو مرتبط بال انه تتعامل مع الحديد كيف تتعامل الحاجات اللي انت عاوزها مسامير على طيب دي مدرسه مهنيه أيوة. بتعلمك الادوات أيوة. المهنيه اللي ممكن تساعدك للعمل وكده ايوه عشان تمشي للعمل أيوة. في نجاره في ميكانيكا وفي كهرباء وفي علوم ثانيه لا العلوم الثانيه في الرياضيات والجغرافيا والعلوم ساينس أيوة. بالذات ما زلت بتحب الرياضه فيزيكس ما زلت بتحب الرياضه في اللحظه دي ايوه استمريت في نفس المنهج أيوة. فيزيكس واسمي أيوة. عشان كده انا دخلت الكهرباء دخلت الكهرباء الكهرباء اللي فيها زياده ماتس ماتماتكس يمكن اوكي طيب ده متزامن متزامن أيوة. متزامن مع المرحله هي مرحله ما بعد دخول إثيوبيا والسلطة موجودة سلطة الملك والمدارس حتى بأسماء الملك موجودة أيوة. الوضع السياسي كان كيف في هذه المرحلة؟ أيوة الوضع السياسي كان برضو ملتهب أيوة. لأنه الناس دي المرحلة اللي تقدر تقول الوعي الوطني بقى صدامي أكثر غير ما كان موجود في فترة ما قبل الفيدرالية أيوة اللي هو انقسام المسيحي المسلم
ده بعد ما الناس شافت أنه ما حققت أي مكاسب. أيوة. اللي حتى اللي كانت تقول إثيوبيا. أيوة. بقت تتراجع يعني. أصبح حس الخط الوطني. أيوة. الوحدوي يعني. أيوة. يتجه في الاتجاه بتاعت. أيوة. أنه يكون مع بعض. دوركم كان شنو في الحركة الطلابية؟ أيوة. نحن بقى هنا الدور كان المظاهرات اللي نقوم بها. سلسلة المظاهرات. أيوة. اللي كانت في أسمرة. سنويا كان في مظاهرة. أيوة. تبدأ من المكنن يتصلوا ببوينت فور، يتصلوا بهيلي سلاسي قهس، وبعدين المدارس الإعدادية لغاية الصف الثامن ديل كلهم يشاركوا في المظاهرات. معناها كانت في قيادة الحركة الطلابية في المكنن. أيوة. هي اللي بتقود العمل السياسي. أيوة. وأنتوا جزء منها. أيوة. كحركة. أيوة. نحن في داخل بوينت فور عندنا اللجنة. أيوة. طلابية. أيوة. هي لو قالت خلاص ما نمشي الدراسة مع أنه ساكنين جوا. أيوة. ما نمشي. طيب حس عرفنا المكان والحوادث بتاعته. الزمان كان كيف هنا؟ هنا ياتو زمن ده. دي أنا دخلت بوينت فور في نهاية 59. نهاية 59. أيوة. واللي هو 3 سنين معناها 62. السنة الدراسية تبدأ في شهر 9 أصلا. أيوة. من شهر 9 لغاية شهر 6 60. أيوة. أنا كنت في سنة أولى. أيوة. بعدين إجازة ومن 60 لواحد وستين. نقدر نقول لغاية 63 لأنك درست. أيوة. 4 سنين. لا 3 سنوات. 3 سنين. أنا خلصت 63. أوائل أوائل. أيوة. أوكي. شهر 6 63 أنا خلصت. الحركة كانت موجودة أو أثارها في المرحلة الحالية؟ أيوة. بس دي نحن ما كنا تقدر تقول مرتبطين. أيوة. لكن الحركة كانت في أسمرة. أيوة. معروفا ياسين عقدة و محمد برهان حسن. محمد برهان حسن. و بهلبي. من اسمه درنكا. درنكاي. ايوه. والنادي أدوليس بتاعت الكوره والدنكيل والنادي بتاعت ستيلا اريتريا. نحن كنا نشجع ستيلا اريتريا. ليه تشجعوا ستيلا؟ اول كلهم استثناء اثنين او اسمين كلهم مسلمين هم. ايوه. ومن معانا مثلا زي احمد هو. أيوة. احمد ياسين اسمه غيره. أيوة. كان يدرس معانا في بوينت فور. هنا قلت لي الجو ما اصبح مسلمين ومسيحيين. أيوة. لكن حسيت قاعد تقول لي بالكوره برضو. ايوه. لا ما ديك فيه هم ذاته يعني بيصنفوك حتى لو ما عاوز تقول الكلام ده. أوكي. او اساسا ما انتهى. مثلا انا احكي لك في يوم الاثنين الحصة الأولى تقريبا هي كورة. الحصة الأولى كورة يوم الاثنين. نتكلم يعني. أيوة. أيوة. نتكلم عن كورة. أيوة. من فاز من. أيوة. عمل لغاية ما. أيوة. اسمه. وبعدين يخش في فكان عندنا أستاذ اسمه قدي قبري. أيوة. من العناصر بتاع الشعبية بعدين يعني من أربعة أسمرة هو. ونحن في الإلكتريك سيكشن 7-1. حس رجع لك أن نحن دخلنا بوينت فور في السنة دي كنا 75-1. أيوة. نحن المسلمين كنا 7 ولا 6-1. أقلية. أيوة. بس في اسمه ده ما في. أيوة. لأنه العامل بتعلقه موجود. عشان كده ما قاعدين. أيوة. جاء عز الدين من تكمحاري، جاء عبد النور من مندفرة، ومن كرن أنا لكن امتحنت من أسمرة. أيوة. بهذا الاسم يعني. أوكي. ما كان في ففي الحصة بتاعت الكورة هو يبدأ يقول إبراهيم أنت متشجع مين؟ تقول له حماسين. يفوت في الثاني يسأله يقول له ممكن كولوغزاي أو سرايا، لأنه الأسماء ما كانت تغيرت وقتها لإمباسويرا أو لما يجي عندي إبراهيم فلوت تسخن أي مال روسي خي أقول لي ليه مال روسي؟ مال روسي مال البحر الأحمر المسلمين هم. أيوة. فهو بيدفعكم بهذا الجهد يعني الصحيح. يقول لي فلوت الصغار انت بتاع جماعه ماروس يعني. اوكي. انا زعلت طبعا. هو ما استاذي مساعد مدرس هو. ايوه. المدرس اسمه يوسف لكن هو مساعده. انا قلت له ممهر لما انت زي قد فنان اخبلك كان اي ماروس
اديني حريه الاختيار. أيوة انا نايمار روسا بلاكا ويكالي ونمخانو انا نايمار روسا يكون كنا يستهل اريتريا. فانا ما قاعد اشجع مروسا، انا قاعد اشجع البحر الاحمر ما اشجعه. أيوة. مع انه شكيني يلعب معاه محمود شكيني. أيوة. ايوه لكن انا كنت مع ستيل اريتريا. ايوه من الشباب ناس استاذ عبد السلام سعيد وشو اللي دي الواقع اللي في بوينت فور زي ما قلت لك انت 6-7-1. ايوه وفي المدرسه كلها حوالي 225. أيوة. ثلاث سنوات اولى. أيوة. ثانيه ثالثه. ايوه عددنا ما يتجاوز 20 واحد كمسلمين. كمسلمين لكن نلتقي نحن في رمضان يعملوا لنا معامله خاصه. يعملوا لنا الافطار بتاعنا والحاجات في الوقت اللي نحن عاوزينه وخصصوا لنا مكان زي مسجد نكون هناك نفطر مع بعض نسل فيه وكذا. طيب دي صورة إيجابية في التعايش وفي قبول الآخر. أيوة في المدرسة طبعاً المدرسة. ما تقدر تقول اللي كانوا أساتذة إريتريين اللي درسوا في بوينت فور وتخرجوا في الدفعة الأولى كلهم دفعة صالحياي هم. أيوة. لأن صالح كان في الفورجين ويلدين واللي كانوا معاه هم اللي بقوا مدرسين زايد الأمريكان. أمريكان مدرسين. أيوة مدرسين. أيوة. بتاع الكهرباء. أيوة. كان أمريكي بتاع الفورجين ويلدين أمريكي بتاع الماشين شوب أمريكي. أوكي. أيوة. طيب أستاذ إبراهيم عشان أحصر الوقت والمحور ذا العلاقة بتاعت علاقتكم بالمظاهرات بالعمل السياسي كان مرتبطة بالمكنن. أيوة. ودي كانت أهم ملامح تأثير عليكم. أيوة. رغم أنه في وجود تناقضات ثانوية بين المسلمين والمسيحيين لكن الخط العام كنت بتخش مظاهرات وبتحاولوا تعبروا عن رأيكم السياسي. كل مع المظاهرات مع طبعا كل المدارسية. أيوة. كنا مع بعض نشارك فيها وما في هذا الفارق اللي تقدر نعم مثلا لما منقص نواي عمل محاولة طبعا نحن الخبر جانا الساعة 1 بالليل. أيوة. بالفرح نحن كان في معانا 2 أمحرة أبناء طور سراويل. أيوة. شلنا السرائر بتاعتهم طلعناهم برا وهم نايمين. ليه؟ خلاص بلدنا بقت أوكي حقنا. أيوة. منقص نواي لكن إيش علاقته به؟ لا بس عشان مشى هيل سلاسي. عشان حيمشي هيل سلاسي معناها. أيوة. خلاص نحن في ذهنيتكم أنه أيوة أنه ماشي. أيوة. هيل سلاسي نحن. أيوة. هي المرحلة اللي يجي فيها حقنا يعني. أوكي طيب خلصت أنت بوينت فور. بوينت فور هل اشتغلت على طول؟ لا ما اشتغلت. أنا في بوينت فور زي ما أقول لك المظاهرات اللي كانت تجي وتطلع عقبيت يجينا كل مرة. أيوة. كل في السنة يجي ويقول لنا أنتم ما تقولوا تكون ضد البوليس، البوليس هو الحرس بتاعكم ولحمايتكم وكذا. ومرة سجنونا وفي سجن الكبير. سجنت في المارك. أيوة أخذونا كطلبة طبعا. كطلبة كلكم. أيوة. أيوة. وهناك تلعبيت جانا وبرد أدانا محاضرة. أيوة. ورجعنا. هل صحيح ونحن في هل صحيح أنه تلعبيت يقال أنه كان عنده شعور تجاه مختلف بمسألة الوحدة مع إثيوبيا؟ أو حسيته؟ لا ما نحس لأنه هو. أيوة. وقتها كان اللي نسمعه هو التعذيب بتاع السجناء اللي هو اعتقلهم. أيوة اللي اعتقلهم. أيوة. ناس آدم ملكين ناس غيرهم من المنادلين اللي ليه ناس آدم ملكين اعتقلوا؟ آدم ملكين بالقضية بتاع الأسلحة اللي جت من إثيوبيا كان أيوة أديتهم هو اللي استلمها يعني. أيوة. اللي جاب يعني من هناك هو مشى أديس. أيوة. ولقى ناس هناك واشتروا بمالهم. yeah. من السواقين والناس أسلحة. أيوة. أيوة. كم قطعة وأدم ملكين. أنت كطالب كنت عارف التفاصيل؟ لا ما بعرف أنا. لا النتائج اللي حصلت لا ما بعرفها برضه. أوكي. أنا بالارتباط بتاعتي بالحركة ما كان هذا الاسم إيه يعني ارتباط تنظيمي. أيوة. لكن ابن عمي اللي هو أدم قدوف وأنا هو اللي كان مسؤول من تربيتي بعد. أيوة. وفاة والدي هو اللي السنوات بتاع التعليم هو مسؤول مني يعني. أوكي. من هو كان من
قيادات الصف الثاني بعد ناصر ابراهيم سلطان هم اللي كانوا في الحركه في ايوه في أيوة. في الجبهه اول أيوة. لا في الرابطه في الرابطه اوكي سليمان مرير وهو ومن ومن أيوة. بعدين كلهم بقى حركه ايوه وفي الحركه طبعا محمد سعيد ناود جاء ايوه من بور السودان من بور السودان وجا أيوة. كرن أيوة. وجا بيت ادم قدوف التقوا به اوكي ايوه انا أيوة. ما بعرف محمد سعيد ناود ايوه اللي بعرفه انه جاء راجل وانا كنت اجيب الجبنه ايوه اجيب الفطور وقت الفطور كان ايوه الفطور بعدين عرفت انه ده كان محمد سعيد ناود محمد سعيد ناود جاء أيوة. يعني ده أيوة. لكن لما مشيت مصر لانه كان وقتها اللي عملوا المؤتمر بتاع أسمرة 58 ايوه وادم قدوف كان مشترك في المؤتمر ده الاجتماع ده كان هل في بيت حسن خيال زي ما يقولوا كان تقريبا هو اللي حد عمل لهم المكان حسن خيال حقه أيوة. اظن أيوة. في خبو كده أيوة في شارع خيل سلاسل ايوه هل ده اثر في قرارك السياسي او قرارك أيوة أيوة. بالنسبه للحياه هو ما اقول لك انا الشيء اللي نحن اخذناه من الابتدائي من الاناشيد والمعلمين بتاعنا أيوة. بقى كل مره يتطور يعني اوكي فانا حس عايز اخرج من الثانوي بوينت 4 أيوة. للمرحله الجديده ايوه في بوينت 4 انا طبعا عاوز اشتغل عايز اشتغل ايوه مشيت مسوع ايوه قدمت للبحريه نابال بيز عشان اشتغل ككهربائي ايوه بعد كم شهر انتظار ما قبلوني ما قبلوك السبب ما بعرف والله السبب نتجاوز هذه ايوه ورجعتك اسمره رجعت اسمره ايوه دي في اسمره كان في المصفات بتاعت عسب حتبدا مصفات البترول ايوه ايوه فكلنا اللي كنا في الدفعه اللي خلصت البوينت 4 جينا هناك وسجلنا ايوه لانه محتاجين للمهن بتاعنا والاسمين المهنيين وكده ايوه بعدين خلاص سجلونا واخذوا صور من الشهادات بتاعنا وقالوا لنا تعالوا يوم كده ايوه وكان في اسبوع فرق بين اليوم اللي حددوه ايوه وفي الوسط كان في عيد الاضحى اوكي فانا قلت يا اخي ما اقعد هنا في اسمرة امشي لي كرن السبب هناك عشان هناك ابن عمي و... أيوة. وانا اساسا بعد امي اللي ربتني او اللي كنت اسميها هي زوجته ايوه اللي هي ام رغية ايوه زوجة حمداي يعني انا ديت محمد ادريس حمداي ايوه اعتبر أيوة. ابنها لانه تقول لهم البكر هو ابراهيم مش رغية ايوه لانه هي لما تزوجها أيوة. اول كان ام محمد قدوف واخته ايوه لكن بعد الطلاق هو تزوج اختهم لناس شكيني محمد شكيني ايوه ايوه فتكلمتها قلت لها انا حمشي عسب اذا كان ما اخذوني في عسب حمشي قديس وعاوز امشي اديس لانه في ابن خالي علي ادريس راكي اللي موجود في نيويورك دلوقتي ايوه هو كان شغال وقتها في وينج شوغر ستيت ايوه اكيد حلقة شغل هنا هي كلمت زوجها قال لي يا اخي ايش انت اللي حس جاء موضوع ايوه اسمها اثيوبيا ايوه اثيوبيا أيوة. معناها انا والدتي عشان ارجع لك ورا توفت سنه 60 وانا في من الاولى للثانيه لما نجحت ايوه في الابتدائي ايوه في حتى اسمها استسيون حمد أيوة. كانت مع ابن خالتي ايوه جاء ابن عمي سواق قطر هو قال لي حنمشي استسيون حمد و بعدين في الطريق كلمني ان والدتك توفت وبعدها رجعتها طيب حسن في العيد في العيد ايوه في العيد ايوه لما قلت انا حمش اثيوبيا ابن عمي قال لي انت مين عندك اللي عاوز ترعاه او تساعده ايوه ابوك مات زمان وامك ماتت واختي اللي هي الاكبر مني حيوت او حيات دي برضه توفت وهي عروس ايوه فما عندك حد قال لي امشي مصر مصر ايوه بدل اثيوبيا ايوه كده اتجه أيوة. كده ايوه وقال لي بعد اسبوعين انا استناك في بارنتو هو كان في شامبوكو ايوه
من شامبوك حجي وما تيسر من ال... طيب حسا عايزة يعني أجمع المعلومات دي للمشاهد والمتابع أنه الأستاذ إبراهيم عدى من الوسطى للثانوي ودرس البوينت فور، والبوينت فور هي دراسة أكاديمية ومهنية مع بعض، بعدها حاول يبحث عن مجال الحياة والعمل في ظل ظروف سياسية كانت يعني مفحمة بالمظاهرات والوعي السياسي وتطوره، وبين هذا وذاك كانت هناك خيارين، أنه يذهب إلى عصب وفشلت، وأيضا جاء الحلم الجديد أنه كان حلم كثير من الشباب أن يمشي إثيوبيا، قابلوا بحلم آخر جديد أنه الخروج من إريتريا إلى مصر. هذه هي مرحلة جديدة في الوعي الوطني والممارسة الأكاديمية في حياة المناضل إبراهيم قدم. بهذا نختم هذه نختم هذا الفاصل، وأسعد الله مساءكم وصباحكم أينما كنتم في رحلة حول في الذاكرة الإريترية حيث المكان والزمان. خلاص قاعدين نطلع من تسنة وبالقاعش ماشيين، ما أعرف يمكن ساعتين ثلاثة من وصلنا. كم عددهم؟ يعني قريبة 30 واحد. ده أول واحد أدى الشباسي أو وثيقة السفر، وثيقة السفر للإريتريين. أيوة. يبدو أنه أنكم بقيتوا مهندسين من اللحظة دي، بدأت تفكروا مع بعض. خليفة هندسة وأنت خليفة هندسة. جاي من القاهرة هو، ومن القيادات بتاع الحركة بتاع فرع القاهرة.